الاهلي في المقدمه بعد ما كان المقاولين امبارح وفوزه على الاتحاد 1-0، كان هو المتصدر ترتيب الجدول. قعدنا بتاع حوالي ساعتين ثلاثه كده ورجع النادي الاهلي كان متصدر لترتيب الجدول. عايز اعرض لحضراتكم الجدول على الشاشه. النادي الاهلي في المركز الاول، لعب 9 مباريات، فاز في 9 انتصارات او 9 مباريات وما فيش ولا تعادل ولا خساره، 25 هدف واستقبل هدف وحيد، وده امر مميز جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، 27 نقطه. في المركز الثاني طبعا المقاولين العربي اللي ماشيين بشكل رائع ما شاء الله عليهم في الحقيقه، ودايما احنا بنميل شويه، الواحد بيميل شويه للانديه التاريخيه اللي ليها تاريخ كبير في الدوري المصري زي المقاولين العرب، 11 مباراه 8 انتصارات وتعادل و2 هزيمه، 25 نقطه. الاهلي الاول، المقاولين ثاني، الاتحاد السكندري الثالث، وسموحه الرابع، وبيراميدز الخامس اللي خسر النهارده من حرس الحدود 1-0 في مباراه انتهت من شويه. يعني احنا بنتكلم في انديه المقدمه، اهلي، مقاولين، اتحاد، سموحه، بيراميدز، انتاج حربي ممكن يخش معاهم. نيجي بقى في انديه الوسط او انديه زي ما بيقولوا كده المنطقه الدافيه في الدوري، هتلاقي عدد ايضا من الانديه، سواء مثلا انتاج الحربي، الزمالك، انبي، الاسماعيلي، المصري، وحرس الحدود. حرس الحدود كمان موقفه اتعدل بعد فوز النهارده، ده الجدول ده قبل التعديل يعني. وبعد كده يجي انديه المؤخره او في اللي هم بيبقوا في قاع الجدول، ودايما بيبقى فيه تنافس ما بينهم. وبالمناسبه يعني مباراه بتفرق مع اي نادي، سواء من وسط الجدول حتى نهايه الجدول، المهم ان النادي الاهلي بيغرد وحيدا في صداره الدوري، وده امر غايه في الاهميه.